نجد هنا روايتين. رواية تقول أن النبي دخل المدينة يوم الهجرة، يوم وصل من الهجرة، ولما دخل المدينة وجد اليهود يصومون، أي دخل يوم العاشر من محرم، يوم عاشوراء، وجد اليهود يصومون في يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا إنهم يصومون لنجاتهم من فرعون وهلاك فرعون ونجاة موسى. قال نحن أولى بموسى منهم، أي أنه تعلم منهم، والذي سأله كان أعلم، فلما تعلم قال سأصوم عاشوراء، ولئن عشت إلى قادم لأصومن تسعى، ولكن بما أنه لم يصم تسعى فلم يعش إلى قادم. هذه الرواية تبين أولا أن ميقات وصول النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله كان في العاشر من محرم، وظنا أن الهجرة انطلقت من بداية محرم، رأس السنة الهجرية. ثانيا يبين متن هذا الحديث أن العاشر من محرم، يوم عاشوراء، هو يوم عيد الذي يحتفل فيه بنو إسرائيل بنجاتهم من فرعون. وثالثا يبين هذا الحديث أن النبي عاش عاما واحدا في المدينة، لأنه قال لو عشت إلى قادم لصمت تسعى، إذن هو مكث سنة واحدة وانتقل. ويبين كذلك أن النبي الذي يأتيه وحي السماء، النبي الذي لا يمكن أن يفارقه جبريل لحظة، والذي ارتفع في الإسراء والمعراج والتقى سيدنا موسى، أعلم الخلق بالخالق، أعلم الخلق بالأنبياء، أعلم الخلق بالأديان، أعلم الخلق بالشرائع، أعلم الخلق باللغات، كان يتكلم لغات كثيرة، كان كلما كلمه إنسان يجيبه بلسانه، وكان يجادل بني إسرائيل فيما في كتبهم. هذا النبي لم يكن يعرف متى نجا موسى. وهذا الحديث يقزم شخصية رسول الله، ودائما هم يقزمونها من بعض أصحابه الذين يسبقون الوحي دونها، الذين هم أفضل منه، الذين هم أقوى منه، أثبت شخصية منه. هذا تجد هذا الرسم الكاريكاتوري الهزيل المضحك المخزي لأصحابه. متن الحديث ومعناه باطل بجهات كثيرة. أولا الهجرة النبوية الشريفة لم تتم في محرم، إنما لما أريد أن يؤرخ للدولة المسلمة اقترح الإمام علي أن يكون ذلك بالهجرة، بعد أن قالوا المولد أو البعثة، لأنه في الهجرة عرف وظهر وسطع، وكانت هجرة مفصلية بين الحق والباطل. ولأن العرب كانت تتخذ محرما أول شهورها بعد الحج، فكان أن ابتدر بذلك، فأدمجت الهجرة ببداية هذا الشهر، فنحتفل اليوم بالهجرة النبوية احتفالا رمزيا لا تاريخيا. الهجرة كما ذكر ابن كثير والطبري وغير واحد من أهل السير، وارجعوا واقرأوا وانظروا تجدونها تبدأ من 27 صفر، 3 أيام في غار ثور، 1 ربيع الأول إلى 12 ربيع الأول يصل رسول الله إلى المدينة المنورة، ينشئ مسجدا فيها، ثم بعد ذلك ينشئ مسجده النبوي الشريف. هكذا هي كانت الهجرة. راجعوا التاريخ جيدا واقرأوا متى انطلق رسول الله ومتى وصل مدينته. ليست الهجرة النبوية فيما نحتفل به في ذكرى الهجرة، هي ذكرى الهجرة رمزيا، وهكذا قررت حتى يكون تأريخ أبو موسى الأشعري، أراد أن يؤرخ للرسائل التي تأتي من الخليفة، وهكذا بدأ التأريخ بمحرم لأنه شهر عربي. ثانيا العاشر من محرم أو عاشوراء هو يوم من التقويم العربي. اليهود لا يعرفون هذا التقويم أبدا، لديهم أشهر خاصة بهم، وهذا لا يدلل عليه بشيء خرافي أو يحتاج بحث. اليهود بين أيدينا، أكثر الشعوب الأرض حفاظا على دينها ومعتقداتها وتقديسا لمعتقداتهم وأعيادهم، عيد الفصح وغيره، هم اليهود. لديهم أعياد بتواريخ بانضباط كبير ديني شديد جدا لا يبلغه المسلمون في وجه الحقيقة، وهم منضبطون للغاية، وأعيادهم مستمرة، كتبهم موجودة، فقهاؤهم أو بمعنى حاخاماتهم موجودون، وربيوهم موجودون، وهم بين أيدينا اليوم لا يعرفون عاشوراء، لا يعرفون محرم.
تبدأ سنتهم بتشري ويبدأ بروش هاشنا بعيد السنة، ثم 10 أيام ويأتي يوم الغفران، يوم مهم بالنسبة إليهم، يوم يغفر الله فيه ما كان قبل عام أو ويحدد ما سيكون في العام الموالي للبشرية كلها، هكذا في اعتقادهم يوم الكيبور، وهذا عيد الغفران اليهودي لليوم، وينفخون في أول السنة ببوق من قرن كبش رمزا لنجاة، في روايتهم أن إسحاق هو الذي نجا من الذبح وليس إسماعيل، وينفخون احتفالا بذلك في ذلك البوق، إلى اليوم هم بيننا ونراهم. الكيبور نعم في يوم 10 من شهرهم الموافق لجماد الأولى، ولا علاقة له بمحرم إطلاقا، وليس لهم شهر محرم. انظروا في التقويم اليهودي، هل يعرفون محرم؟ هل يصومون في عاشوراء اليوم مثلا؟ لا يعرفونها، لا يسمعون بها أصلا إلا من باب علمائهم في ذلك. عاشوراء بمعنى العاشر من محرم، تقويم عربي يتعلق بالنهضة الحسينية والمقتل الحسيني حصرا. كيف يبين هذا الحديث معطيات خاطئة أنهم يصيمون، أن الكيبور في العاشر من محرم؟ غير صحيح. عيد الفصح، الغفران، ما أي عيد يتم في ذلك اليوم؟ لا وجود لذلك، لم يغير بنو إسرائيل في معتقداتهم، نعم زيفوا في الكتب، لكن أعيادهم معتقداتهم، ما يمنعون من أكله من أنواع السمك، من أنواع الحيوان، الختان عندهم، عدم شرب الدم، وعدم أكل لحم الخنزير، عدم أكل السمك غير ذي قشرة، غيرها من الأمور، هذه معروفة، معروفة طقوسهم، معلومة أمورهم، فمن أين يأتين هؤلاء بأن عاشوراء النبي يسأل ثم يريد أن يصوم؟ وصوله كان في التاريخ، والكيبور في تاريخ آخر، والمحرم عشر محرم عاشوراء في تاريخ آخر، كيف تم الدمج بين هذه التواريخ الثلاث؟ بقي 15 يوما، لو أنه طاب في محرم لوصل في 15 محرم، أسبوعان دامت رحلته إلى المدينة، هجرته المباركة. هذا أليس كذبا؟ أسأل كل شيخ، كل من يردد هذه الأمور، يا أخي اقرأ، دعك من النزعة المذهبية، لا تخف، لن يقال عنك أنت شيعي، هذه التهمة التي ترجف، لا تخف. سيدي إبراهيم الرياحي، العلامة إبراهيم الرياحي، الزيتوني التونسي الشجاع الذي آلت إليه مشيخة الجامعة الأعظم والإمامة، وآلت إليه القضاء، آل إليه القضاء، وكان نائبا حمودة باشا ينوبه عند السلطان مولاي سليمان أو في الأستانة، ويستفتى من الصحراء الغربية، من أعلم أهل زمانه وأعلمهم، يتوسل بالأئمة 12 ولا يخشى في الله لومة لائم، وأنا على نهجه ومدرسته، هذه مدرسة تونسية الزيتونية الموالية المحبة، كانت تعقد المجالس الكربلائية في القيروان، وكان جدي رحمه الله يوقد النار في عاشوراء لنقفز فوقها ويطبخون طعاما بسيطا جدا حزنا على الحسين، وكان يظهر الحزن، وكنت أراه يجلس جنب النار وهو حزين جدا، رغم أن جدي لم يكن قارئا، لم يعرف عاشوراء، لم يعرف أي شيء، لكن ورثه عن آبائه أنهم ليلة عاشوراء يشعلون النار رمزا لبلاء آل البيت. أي دين هذا يخلو من حب آل بيت النبي؟ أي دين هذا أن اليوم الذي أحزن رسول الله، ويقول علي الأكبر عندما طعن إن جد النبي، يا أبي يا حسين إن جد النبي يسقيني وينتظرك، أليس هذا بحق أن أكذب علي الأكبر وهو يستشهد؟ روح النبي حضرت، نحن نفاخر في مجالسنا في الذكر، والله تحضر لنا روح النبي، ألا يحضر رسول الله؟ نحن نفاخر أن النبي إذا صلى عليه أي واحد من الأمة مهما كان مقامه يرد عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يرى ولا أولاده يقتلون؟ لم تكن روحه تطل عليهم؟ هو الذي بكى قبل ذلك؟ أليس هذا الحسين مني وأنا من حسين؟ كيف نوزع الحلوى في عاشوراء؟ هذه الرواية الأولى أضافوا إليها من باب التنكيل الأموي أن يوم عاشوراء صيامه يغفر العام الذي قبله والعام الذي يليه، نفس الكيبور صيامه يغفر العام الذي قبله والعام الذي يليه وييسر العام الذي يليه، هذه عقيدة يهودية واضحة، واضحة، انظروا النقل، نقل حرفي. ثانيا قالوا أنه يوسع من داره ويفرح أطفاله، هذا أول من مارسه
ومن فعله هو الحجاج، وثاني من فعله صلاح الدين الأيوبي بعد أن قتل ذرية النبي وبعد أن مزقهم، وقد عارضه بذلك نور الدين زنكي وسممه بعد أن خرج عليه عسكريا. اقرأوا التاريخ. وفي نفس ليلة قتله نزى وزنى بزوجته كما فعل بزوجة مالك بن نوير. اقرأوا التاريخ. قتل 70,000 صعيدي لزيارة الحسين، أحرق المكتبة الفاطمية، رغم أن له عناية بالتصوف، هذا باب آخر، لكن نقيم للرجل ما له وما عليه حتى لا ننفق في الأبواب. قتل السهروردي الشاعر العالم الإشراقي. فهذه الأمور تبين وجود نصب، وجود عداوة. من احتفل بذلك اليوم؟ يزيد كان يضرب بالقضيب على ثنايا الحسين ويقول ليت أشياخي ببدر شهدوا، أبيات تبين تشفي وأنه ينتقم لأشياخه ببدر، لأعمامه، لجده الذين قتلوا في القليب، لأبي جهل، انتقام تاريخي. قتل الحسين كان قتلا لرسول الله، كان قتلا لسيدنا علي، كان قتلا للسيدة الزهراء، كان قتلا للحسن، كان قتل للمهدي قبل أن يولد. لذلك يزيد عندما رأى علي زين العابدين قد نجا أمر بقتله، فلولا السيدة زينب لكان قد قتل ليمنع تواصل النسل ويمنع ولادة ذلك القائم ويلغي القدر كما يحاول هؤلاء السفهاء في كل مرحلة.